يبدو أن المشهد في مدن العراق تجاوز سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية إلى العشوائية في التعامل مع الأغذية وخصوصا اللحوم، وعندما تغيب الرقابة الصحية فلا تستغرب انتشار الأوبئة والأمراض. اللحوم منتشرة في الشوارع وفي أماكن غير مخصصة لها وبلا رخصة ولا رقابة، مشهد بات يسيطر على أسواق مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، ما ينذر بانتشار الأمراض وتلوث البيئة نتيجة العشوائية حتى في التعامل مع مخلفاتها. مخالفات كثيرة ضاق بها أهالي الناصرية ذرعا بسبب عشوائية القصابة في أقضية الرفاع وسوق الشيوخ والشطرة، الأمر الذي دفعهم إلى الامتناع عن شراء هذه اللحوم تخوفا من عدم صلاحية استهلاكها، لا سيما أن القصابة تجاوزت الأسواق لتنتشر بشكل عشوائي إلى الأماكن السكنية. في بداية الأمر الدولة ما لها معايير في محاسبة الفاسدين والخارجين عن القانون. القصابة خارج المحلات بها هواية سلبيات، منها اللي تعتبر نسميها بالعامية احنا المريضة، اللي بها شغلات هواية سلبية، فمن هاي الأبواب المفروض تطلع لجان عليهم طبية. التموين والرقابة الصحية والمحاسبة كلها محذوفة من قواميس الحكومة، فصارت الأسواق مشاعا، فقد تجد القصابة في سوق الخضار، والخضار تجدها في سوق الملابس في ظل الفوضى التي تسود مدنا مشغولة بمصائب خدمية أكبر كمدينة الناصرية. انتشرت في قضاء الشطرة في الآونة الأخيرة حالات الجزارة العشوائية في المناطق السكنية والواجهات المدينة، البعض اتخذ من ضعف المحاسبة والرقابة الشديدة في القضاء على إجراء مثل هكذا مكانات للجزارة في المناطق السكنية والشوارع. وتبقى المصيبة الكبرى كون بعض هذه اللحوم مجهولة المصدر وذبائحها تخلو من خاتم تمويني، ورغم ذلك تباع من غير اكتراث بالأمراض التي قد تحملها وتنقلها إلى المواطنين، لكن حين تكون سلامة المواطنين آخر هموم الحكومة تصبح هذه المخالفات أمرا طبيعيا من يوميات المدن العراقية.